من كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كفى، وإذا آذى وفى، وإذا سحب صفى. أحييكم أحبائي بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم أعضاء ومكتب جمعية نيكسوس السينما والثقافة بالعرائش، وباسمي كمدير مهرجان الدورة الثانية لكشف المواهب الصاعدة بشعار الإبداع والشباب، أحييكم بتحية من قلب إلى قلب، أحبكم جميعا بالله. إخواني أخواتي، هي جمعية نيكسوس السينما والثقافة تطبيق جمعيتها الثانية لمهرجان كشف المواهب الصاعدة الذي يحمل شعار الإبداع والشباب. فشكرا لكل من ساهم من بعيد او قريب، وشكر خاص للسيد مندوب دار الثقافه بالعرائش، وشكر للسيده مديره معهد الموسيقي، ولا انسى كل من لجنه التنظيم الذي اسوا اخ جلال الايتيدي، ولجنه علاقات عامه الاسوا اخت خالد الصمدي، ولجنه الاعلام والتوثيق الذي مسؤول عنها اخ ياسين موسيتي، ولجنه لوجيستيك الذي مسؤول عنها اخ محمد ثاقب. نحن كشباب نساهم في إبداع هذه المدينة التي ضاع منها إبداع منذ زمن. ولا أنسى السيد قائد القطاع الثالثة ولجان السلطة والقوة المساعدة. فملاحظة هامة وكلمة مهمة التي أقولها الآن، في الدورة الأولى كان هناك خطأ، هذه سحبة لجميع المسؤولية. خطأ كان بعد مناقشة ختام المهرجان وقع نتائج ثلاث مشاركين، لكن لجنة التحكيم كانت قررت جوج مشاركين، الأخ والصديق زكريا حلوق كفنان في الغناء، والأخت بتينة يوزاني في مادة الشعر. ولكن كانت في المرتبة الثالثة تستحق من أخ وفنان الذي شارك معنا في الدورة الثانية. والمهم أن رغم لم أنادي عليه في الدورة الأولى، جاء وشارك معنا في الدورة الثانية. أنادي وأصحح خطأ جميلة باسم جمعية، أقول أعتذر عن الخطأ، لكن الحمد لله انخطأ موقف الطاولة وأهم حاجة نبدأ بها. أنادي على فنان الكبير نور الدين حميدي تكبر معايا في الفنان. نور الدين من فنانين المدينة، وعمي فات كما قلت أن رغم ما انتهى وصلت ثالثة، لكن الإصرار والإرادة اللي عنده جعل عمله يشارك معنا، فنحن نصحح خطأ المرة الثالثة. السلام عليكم. كنبغي نشكر رئيس الجمعية سي رشيد اللي مسكين طولنا، يعني اللي ما نساش يعني هاد الجائزة ديالي اللي ربحتها في الدورة الأولى. كنبغي نشكرو الشكر الجزيل، وكنتمنى هاد العام إن شاء الله يكون أحسن من العام اللي فات. وكنجمع كاع، كنبغي نشكر كاع اللي ساهم في هاد الجمعية هادي، وكنشكرهم كاملين اللي كيعطيونا فرصه اننا نبينوا المواهب ديالنا والاصوات ديالنا، وشكرا للجميع.